نيجي بقى لارخص سكوتر في مصر الار 8، يعني السكوتر الاعتماد دي الوسطي، الوسط يعني السعر اللي على قد الايد. زي ما انتم شايفين السكوتر قمه الشياكه، السكوتر ملوش حل بمعنى الكلمه. انا ما لقيتش فيه مواصفات كتير وتفاصيل كتير اقولها لكم، بس هو على قد الايد زي ما بيقولوا، سعره على قد الايد. السكوتر اتنين مساعد خلفي مع فرامل باكن امامي وفرامل عدا خلفي. زي ما انتم شايفين المساعدين الاتنين الخلف هم زي ما انتم شايفين. كمان التفصيله الاهم اللي في السكوتر ان